انا عندي مرشد الدائره هم نفس الوقت اللي حالات الانسان ضروري. اي طبعا هذا المرشد الدائره. السلام عليكم، شلون صحه؟ شو اخبارك علي؟ شلون امورك؟ نعم علي، دورك انت هنا شنو؟ انا على كبار السن اللي ما يقدرون يصعدون الدرج، اللي ما يعرفون المعاملات انا امشيهم، اخلص معاملاتهم وهم قاعدين هنا، يعني ما اخليهم يحتاجون بشيء. الكبار السن ذوي احتياجات خاصه يعني. اي بالضبط. اي وترشدهم على الطريق الصحيح لو تكمل المعامله مالتهم. لا، الكبير بالعمر انا اكمل معاملته، انا اكملها، يعني ما اخليه يفتر. انا هم الله يديك سعد. اهلا وسهلا. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون هي الاجراءات حسب الضوابط اللي موجوده بدائره النفوس. خلينا نشوف هنا نماطل اكو اشخاص. السلام عليكم. السلام. استاذ محمد شلونك؟ شو اخبارك؟ الله يعافيك. شلون صحتك؟ يخليك. احكي لي عن ادخال البيانات الموجوده للمواطنين، اذا الاخطاء اصلا عندك شلون تعالجها وشلون تتلافاها؟ الاخطاء احنا عندنا مدقق. نعم. تدقيق، وهاي اكو حالات نحولها للمعالجه القيديه. اي. يعني صار عندك اخطاء؟ اخطاء بالنسبه لنا؟ اخطاء تكون بالهويه او شيء، اذا اخطاء نعالجها، او اسم او نقطه مثل ما شفناها هسه. اي. نقطة مرات إذا بالاستمارة أو أخطاء احنا نعالجها هنا، احنا نصلحها بالنظام. الأخطاء اللي من صلاحية المدخل البيانات عنده أخطاء مثلا بالاستمارة بالطباعة. نعم. مثلا يقدر يرجع لأصل القيد، طفل عنده خطأ يقدر يرجع لأصل القيده. نعم. يعني اكو عنده صلاحيات مخول بها يقدر من يوم ما يعدل. نعم. او اكو صلاحيات مو خارج صلاحيته يقدر يحولها على وكيل رئيس الدائرة ويحولها على المعالجة القيدية واحنا نبت بها لو مدير دائرة. شكرا لك. شكرا استاذ، شكرا لك. هنا هو كلها لحد هنا ادخال البيانات، كلها ادخال بيانات، ويعني هي ادخال بيانات، هي تتطرق على ادخال بيانات ومدقق بيانات ومصرح بيانات. المصرح. والمصرح. موضوع المصرح، وين المصرح هنا؟ المصرح هنا هناك راح يكون المصرح. طبعا مشاهدينا الكرام كل مجموعه بها مدقق وحسابه، مدقق وتصريح. زين خلينا نشوف الاستاذ هنا. حجينا. السلام عليكم. حجينا شلونك؟ نيت هل شلون صحتك؟ يا اهلا وسهلا. عندك مشكلة تأخرت اكو شيء بصراحة؟ لا والله كل مشكلة ماك، والله شاهد اجيت انا قبل نص ساعة وراح تخلص معاملتي. يعني ما طولت نص ساعة؟ ما تطلع لنا معاملتك خلصانة؟ خلصان، هي خلصانة اصلا. ما عندك اي مشكلة؟ لا 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 الحمد لله. لا 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 ماك. شكرا لك عمي، بارك الله فيك. الله سيدنا نقيب شلونك؟ لا سلام. شلون صحتك؟ الله يسلمك. اخبارك؟ الحمد لله. شلون الاجراءات؟ اجراءات هنا عندنا عمل السوبرفايزر. وش تعليم هنا؟ خلينا نعمل سيد المدير. نعم. اجراءات هنا عمل عندنا مشرف الادخال السوبرفايزر. نعم. القيود عندنا نقل للزواج، واللي يجيبون موافقات لوزير الداخليه والمدير عام تغيير نفوس على الكراده. نعم. عندنا البطاقات التالفه، والمواطنين اللي يصدرون ارقام وطنيه خارج العراق نصدر لهم بطائق هنا بعد ما يقدم المستمسكات الثبوتيه. تتلف البطاقه هاي؟ البطاقه تتلف بالتسليم، احنا نصدر له بطاقه هسه، هي اصلا هاي تالفه جايتنا. شنو التلف اللي بيها؟ جزء الحرارة أو شيء، يعني أسباب مو يمنا هاي التلف مال البطاقة. زين شوف بس أعرف، التلف كسر فطر؟ لا، إحنا إذا تجينا كسر مباشرة نمشي، أما إذا تجينا مقدمها بغير دائرة بغير وزارة يقول قارئ البطاقة ما قرأ نوديها للسيرفر مالتنا. نعم. أكو عندنا جهاز قارئ البطاقة. موجود هنا؟ موجود نامي. نعم. يفحصها يثبت إنه تالفة نصدر له بطاقة أصولية جديدة. ماكو اي اشكال بيها. نفس اليوم صدروا له هم اكو نفس اليوم. هسه احنا بالنسبه ان معاملتنا معاملات اللي عندنا اي مواطن يدخل دائره البطاقه الوطنيه بالكراده الشرقيه تنفذ بنفس اليوم. يستلم بطاقه؟ لا لا، ما يستلم، تنجز المعامله والاستلام يكون ما بعد 10 ايام او على المسج الالكتروني، تجي مسج ويستلم البطاقه الوطنيه. اما احنا الطباعه موجوده متوفره، يعني الخام عندنا متوفر، فالحمد لله يعني ما تتاخر عندنا. الحمد لله وشكرا. يعني ما تحدى على مواطنين. اجراء اساسي. شكرا لك حجي، ممنون من عندك. تفضل تفضل. المصرح قلت لي المصرح. طبعا مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون هاي حلقاتنا لتوعيه المواطن العراقي من يجي يكمل البطاقه الوطنيه. وهنا تشوفون احنا اليوم بنفوس الكراده الشرقيه، كل الاجراءات سلسه من استنساخ بطاقة الخام، مثل ما قال سيد العقيد، قال انه ما تتاخر البطاقة لاصدارها اقل شيء 10 ايام، ما تطول، هاي اقصى حد ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الفلوس يمك. يا اهلا وسهلا. شلون الصحة؟ شنو الرسوم؟ رسوم بالنسبة للبطاقة؟ البطاقة الوطنية. اصدار اول؟ اصدار اول 5000. اصدار اول 5000، زين. تلف؟ التلف 10000. بدل ضائع؟ بدل ضائع 25 اول مرة. ها، ثاني مرة؟ مرة ثانية 50.
تضاعف. يعني كل ما ضيق تضاعف 25. لا تضاعف بالضبط، ساعدنا هاي القائمة الموجودة بها. نحن هاي اللي هي وضعتها مديرية البطاقة الوطنية الحسابات، هاي رسوم اللي صادرة من عندنا رسمي، حتى احنا معلقينها يعني بالجميع يعني بداخل دائرة، حتى المواطن بكل احنا اي هاي موجودة عندنا هنا، انا بالقاعة الجو عندي بالاستعلامات. نعم. المواطن يقراها يعني هاي رسوم، حتى لا يتفاجئ بالرسم به، حتى يصير امامه، حتى اولا هم نقضي على موضوع الفساد. مواطن من يقص وصل يعرف ايش قد راح يدفع، واسعار رخيصة اي يعني، هذا اللي هي هاي رسوم الدوله نطي بيها وصل بيها. عمل المصرح عندنا نقيب محمد المصرح حنان، اللي هي المرحله الختاميه. نقيب محمد شوفنا على المرحله الختاميه اللي هي تصريح البطاقه الوطنية. بعد ما المواطن يدخل الدائره ويتحول على واحد من المدخلين البيانات، ياخذ بصماته وتصويره، وراه يجي المدقق تدقيق البيانات والسجلات، يكون امين سجل مدني، بعدها حسابات، والمرحله الاخيره تكون تصريح. تصريح المعامل من عندنا، ندقق المعامله كامله، الشغلات اللي تنطبع بيها معلوماتها كامله، بعدين نرفع المعامله ونعطي وصل مال الاستلام. هذا كان عندك رقم تليفوني، وعلى رقم التليفون توصل له مسج، يوصل الموعد مال استلام البطاقه يجي يستلم. زين، اذا صار عندك فد خطا يرجع المعامله من جد وجديد لو شلون؟ لا، نعيدها لمدخل البيانات. تم تصحيح الخطا هنا يعني داخل الدائره. مو المواطن يفتر بيه. لا داخل الدائره. ونقوم من نكملها من المدخل، واحنا نحولها للمدقق، والمواطن يكون واقف بالتصريح. شكرا لك. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بك. الله يبارك فيك. هنا شفنا الموجوده الاجراءات اللي هي لحد الشيء المصرح. هناك اخر شيء شنو؟ مدخلين بيانات عندي هنا، مدققين بيانات. ما بعد السلام عليكم. اللي شلون الصحه؟ نقدر نسولف وياكم لو ما نقدر؟ شكرا لكم. هنا عندي مدخلين بيانات الموظفين. السلام عليكم. على شلونك؟ اهلا استاذ. الله يسلمك. هنا ادخال البيانات اللي هي الايد وبصمه العين والاجراءات. البيانات البيومتريك. نعم. اي نعم استاذ. طيب هنا اذا جاك واحد انه عينه ما يشوف بيها، القزحيه مثلا العين الوحده، عين ماكو، اي نكتب بيها استثناء على الاستماره اللي حتجينا مال المواطن، ندزل لسيادة العقيد المدير الدائرة. نعم. نحصل استثناء ونمشي، ماكو أي إشكال. إجراء طبيعي. يعني أي شيء يكون عنده عوق، إذا كان بأصابيع أو إذا وعنه، كله استثناء من سيادة المدير حسب الصلاحية اللي مخولة لنا. سيد العقيد، إنه حتى إذا لو لازم يجيبك يعني إذا واحد جتك يشحاله، إذا مكفوف أو إيده مبتورة، لازم يجيب التقرير الطبي لو أنت بعد. إحنا صلاحية المدير الدائرة بخصوص إذا يعني اذا عنده تقرير انا امشي، واذا بدون تقرير انا هم امشي، وكل الاحوال انا صلاحيتي امشي، انا قدر الحاله. زين، هناك اكو مدخلين نفسهم نفس العمل، كلهم نفس العمل يعني، كلهم هنا نفس العمل الشباب، والحمد لله. بدي اشوف انت مراجعين هم ما عندهم يدورون. هسه احنا راح نطلع ويا المراجعين. انت يا سيدي نطلع من هنا. سيدي تفضل. حياك الله. تفضل. ما شاء الله، احنا نشكر العقيد بشير ودارة احوال الكرادة على تعاملهم واخلاقهم ويا المواطنين بشكل، واني عقيد بالداخل يعني مدري شلون ضباط، فراجعت السيد عقيد بشير وافراد دائرة منتسبي يعني قاموا بالواجب باسلوب احنا وعوائلنا، فالشيء مو طبيعي. الله يبارك بير، انقل هاي امانة، الله يحفظه ويخليه هو والكادر مالته. وبيده يفتر، الله شاهد، وذاك اليوم بالمسائي واني حد بيده يفتر على شخص، فبارك الله بيه وبارك الله شؤون الكرادة وسيد مدير عام. الله يحفظك. السلام عليكم، شلونكم عيني؟ شو اخباركم؟ حجش عندك متاخر؟ عندك شيء؟ لا لا مشكله. لا كملوها الناس. يعني ما عندك اي مشكله؟ لا ماكو اي مشكله. سيد مدير الدائره، لا لا والله عندك ما مشكله؟ لا لا ما اي مشكله، ماكو اي مشكله. ما عندي اي مشكله. معاناه ما عندي؟ لا لا ماكو ان شاء الله. رعايه عندك؟ لا الحمد لله. عندك راتب رعايه؟ اي نعم الحمد لله. عندك مشكله؟ عندك تاثير؟ والله شلون شفت الاجراء؟ تفضل يمي شويه سيد مسيد. تعال يمي تفضل هنا. عندك شيء كاجراءات؟ والله زين الحمد لله، انا جاي على مود بدل تالف وصوره قيد. نعم. فهنا اي نعم، فلس مثلومه، فما سويت طلب. هو صراحه الموظف اللي يعني نصحني قال انت انا رايت صوره قيد، فقال ليش تسوي صوره قيد وراه مره واحده افضل. ف
اي يعني مره واحده فاستبدل انتظر بس تحديث البيانات ولا تخطيها من تعاون قال بس تحدث البيانات يعني تتحدث البيانات بالتصوير الحديث حتى نعطيك صوره قيد بالصوره الحديثه هسه حاليا قال لي بالاستعلامات اي ان شاء الله ممنون الله يخليك.